واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها وزارة الداخلية لجرائم غش السلع، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 5 محلات لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بالمنوفية، بإجمالي مضبوطات بلغت 5 أطنان أسمدة و25 طن أعلاف حيوانية. وفي مجال حماية نهر النيل، تمكنت من ضبط 10 قضايا تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق محافظة المنوفية. واستمراراً لحملات الإدارة بنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت في ضبط 4 مصانع متنوعة بدون ترخيص بداخلها أكثر من 211 طن مواد خام لتصنيع الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر و200 طن مخللات. وبنطاق محافظة الشرقية، نجحت الإدارة في ضبط 2 صيدليتين بدون ترخيص بداخلهما 31 صنف أدوية منتهية الصلاحية، كما نجحت في ضبط 25 قضية في مجالات حماية الثروة السمكية ومنافع الري والصرف والبيئة. وبنطاق مديرية أمن القاهرة، تمكنت الإدارة من ضبط مخزن وشركتين ومصنع جميعها بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وقرابة 17 طن دواجن منتهية الصلاحية وأكثر من طن مخللات وحلوى مجهولة المصدر. الإدارة شنت حملات مكبرة بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات بلغت 295 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.